عليك بنتي انا في حالك الإخوان والأخوات أصدقاء ومتابعي القناة، السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. غادي نتكلموا في هذه الحلقة على أحد المعلمين الكبار في الفنون الشعبية، المعلم عبد الكبير مرشان والمعروف بالشهب. إنما في البداية فضلا منكم دعموا قناتكم بالاشتراك ووضع لايك. معلم عبد الكبير معروف بالطيبوبة والتواضع ديالو، هو من مواليد سنة 1951 بمراكش بالحومة العريقة بابايلان. تعلم فن تقناويت وهو في سن صغير ما كيتجاوز 10 سنين على يد المعلم العياشي باقبو وحميدة بوصو والمعلم مولاي الطيب، الشي اللي أهله يكون متمكن من أنقى أشكال تقاليد قناوة، حيث نهل من عين قناوة الأصيلة وأصبح عنده بصمة خاصة به. باع صيته في كل أرجاء مراكش وخارجها، شارك في العديد من المهرجانات العالمية في أوروبا وفي عدة بلدان عربية واليابان والهند وغيرهم، كما سجل مجموعة من الألبومات الموسيقية المتميزة. عمل مع عدة موسيقيين مشهورين من ضمنهم مختار سامبا وجون فيليب وكريم زياد وغيرهم. كون مع أبنائه وآخرين فرقة أولاد سيدي حمو، وهي فرقة قناوية مغربية كتألف من 8 ديال الناس. كيتميز معلم عبد الكبير بواحد الخصلة مفقودة اليوم بين المعلمي ديال تاقناويت، وهي تواضع الأرض، بحيث أنه بقامته الفنية العالية كمعلم متمرس كيتنازل ويأخذ القراقش ويجلس بجانب معلم قناوي أقل منه مهارة وحرفية أو أصغر منه التفسين، وبدون ما يتقلق ولا يبقى فيه الحال أو أي شيء، يعني تواضع الكبار. كذلك أن هذا الرجل كيتعد الرقم واحد في الفن ديال تم وزنيت، حيث كيمثل النوع الأصيل في هذا اللون الفني. سبق واشتغل في الفرقة ديال حميد الساهر، واشتغل مع السيد سلام الشريبي في مسرح فرقة الوفاء المراقوشية. متمنياتنا للمعلم بالصحة والعافية وطول العمر. أحبائي ما بقى لي أنا إلا نودعكم في هذه الحلقة، حتى نتلقاو في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، خالص التقدير والاحترام.